انا عارف انه من زمان. يعني شفت ميه خلينا ما مفهوش يعني فيش خط ميه في كسورات ولا في صرف صحه في المنطقه يعني بتاعت الميه جوفيه ولا تواصل ميه. تعال السلام عليكم. تعال 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 انا عايز كنت ازيك يا باشا الله يخليك ازيك. تعال اسمك ايه؟ ابو لالا كنت شرف عثمان ان شاء الله. الله يخليك يا باشا بارك ايه؟ تعال شنو بالك قد ايه؟ اكثر من 30 سنه والله. ايه رايك مال هنا دي؟ دي من ساعه سيادتك ما كان في هنا الحته دي خور طبعا وضبوها رزموها هنا تظهر الميه هنا دي حاجه يعني من تحت الارض بدأت تظهر كانت هنا في خور هنا ميه تزيد وتنقص نصفوها سيادتك الماسوره دي طبعا كسروها المداول طبعا ما عملوهاش لازم تتعمل وسيادتك هنا دلوقتي احنا جينا تحت سيطره السكه الحديد لغت اغلبيه القدرات الركاب من سنه 60 شغاله لغت ما فيش غير قطر واحد شغال رايح جاي طبعا لان السد العالي ليها ظروف خاصه ان هي منطقه خدميه اشتغلت. طب وقتها لما تخش ما تقدر ترجع لها تاني. انا بقى بس عاوز يعني تودي على الفور مره واحده. اه فكر في فكره المحطه لازم تتخطاها على كل مسؤول كان هناك طبعا في فرق معايا. انا جنب المحطه معانا بودي عليها هنا ما فيش لازم حضاره شكل